شمال في الطرقة اللي شمال دي هتلاقي طرقة حريقة كلها. اه حريقة من بره، ثلاث من بره. في آل الضرب وفي مقروطة وفي رش الضرب علينا، وحتى في طلقة هنا في الطرقة هنا جت في الإزاز وخرمت المكتب من باب المكتب، وجت في عملت استرمة في الطرقة هنا وجت في رجل الضابط، بس الحمد لله يعني لا مؤاخذة إن هي جت في الحذاء بتاعه. نوع الطلقة دي آلي تاني يوم، يوم الاثنين حصل تاني يوم من طبعا من المولوتوف وكده، والناس كترت علينا وكده، بس احنا طبعا مش عايزين نتعامل معاهم، ما ينفعش ان احنا نتعامل مع اهالينا لان دول اخواتنا طبعا. اكيد ده اللي واقف بره ده ليه اخ ليا فيه، واللي واقف بره ده ليه اخ برضه في الشرطه زينا برضه، ما يعني ما ينفعش ان انا اضرب عليه وما ينفعش ان انا اذيب حاجه، بس هم اللي عايزين لنا الضرر، احنا عملنا فيهم ايه؟ ما نفهمش. في عدد من الازاز الاول، تعالى تعالى شوف عدد من الازاز، طبعا الازاز مكسور. اه عدد من الازاز، عدد من الازاز اللي كسرته وبعدين خبطت في الباب من جوه، خبطت في الباب من جوه. دي طلقة قالي. احنا بنستخدم الغاز بس، وده اوامر ان احنا نستخدم الغاز بس مش اكتر من ده. ان الناس اللي ماتت دي ممكن يكون طرف تاني، اللي هو اللي بيضرب طرف تاني طرف تالت، هو ده بيهيج ده على ده، يعني هم بسخنوا بس مش اكتر. وبعدين حتى العيال في الشارع دي كلها يعني عيال صغيره، كلها يعني 17 18 سنه، يعني مش رجاله كبيره لوحدي مثلا في ناس تتكلم معاها او في ناس تهديها او كده، لا. ومعاهم اسلحه، معاهم اسلحه وملوتوف وكل حاجه بتقولهم بوفر. حتى لما بنمسك اي حد منهم بنلاقيه من غير بطاقه ومن غير اي حاجه، ما فيش اثبات شخصيه ليه، يعني ما تعرفش تاخد حاجه منه، يعني حتى لو قال لك اسمك ممكن اقول لك اسمه غلط. ان شاء الله احنا موجودين لاخر لحظه يعني، وان شاء الله يعني ربنا يسهل، احنا موجودين فيها لحد ما اخر نفس ان شاء الله.